يلا اكمل نفسي انا. اصمر خليك شنب. لا اله الا الله. صفحه 10 شباب. يلا ضع الضوء. حرف الشين. الشين. يلا بسم الله نبدا. الجيم والقاف والكاف اذا اخذتوها. اي نعم اخذناها. شين فتحه شاء، شين كسره شي، شاء شي، شين ضمه شو، شاء شي شو. شوف الشين تفيد التفشي، يعني الفهم كامل ش تنشر كامل ش، فلما يعني تفيد التفشي، فأعطوها كامل يعني نفسها كامل. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شاء شي، شين ضمة شو، شاء شي شو. حسن. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شاء شي، شين ضمة شو، شاء شي شو. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شاء شي، شين ضمة شو، شاء شي شو. شين فتحة ش، شين فتحة شاء شاء. الله أكبر. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شاء شي، شين ضمة شو، شاء شي شو. حسن. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شاء شي، شين ضمة شو، شاء شي شو. حسن. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شاء شي، شين ضمة شو، شاء شي شو. شاء شي شو. حسن. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شين شاء شي، شين ضمة شو، شاء شي شو. شاء شي شو. الله ده صيني. أراحتكم أراحتكم يعني. أنت تقول تبغى سريع صح؟ السرعة في 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 التركيز. قرآن بس قرآن. السرعة في التركيز لكن ال. طيب صح. شاء شي شو. شاشي شو ما تجيب التفشي كامل. شاشي شو لحظة نوحد. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شاشي، شين ضمة شو، شاشي شو. أحسن. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شاشي، شين ضمة شو، شاشاشو. لا 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 صل على النبي. شاشاشو هذه ما عدنا احنا. شاشي شو. لا هذه ما شو. هذا ما عربي. والله الا عربي بس انت تقول تشاء تشاء. طب خليني اقول لك. شين شي شفت انا جبتها من اول اني حافظها. شين فتحه شاء، شين كسره شي، شا شي، شين ضمه شو، شا شي شو. هذه هي صح. تقول تشاء. اول قلت تشاء. تشاء هذيك السي اتش. شاين عندهم في تشاء ولا ما تشاء. انت شايني. لا لا كذا بالمخب هذه. انت ارجع لك هسه انا ولا هيك. انت يلا يا جماعة الدرس ما بيضحك. انتهى الكلام. أمرك سيدي. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شاء شي. أحسنت. شين ضمة هذه. نعم. شين ضمة شو، شاء شي شو. أحسنت. مجيد الفوزان. الله أنك. شين ترى تول ما كان مايك طافي، كان ما في بطارية. ولا يهمك حبيبي. الله يسعدك. شين فتحة شاء، شين كسرة شي، شاء شي، شين ضمه شو، شا شي شو. احسن. منيف. شين فتحه شا، شين كسره شي، شا شي. اوكي ايوه بالضبط. شين ضمه شو، شا شي شو. احسنت. هذه تنطق يا فتحه ياء، يا كسره ي، يا ي. محمد سؤال. يا ضمه يو، يا ي يو. محمد الحين هذه ياء صح؟ ايوه. ليه ما في نقطتين تحت؟ بس ترى كذا في القران تجيك بدون نقطه. يا ذكي. ما يبالي في مقصوره ذي. يلا نبدا. لا فيها فتحه خلاص، فيها الحركه. اذا فعليها حركه ما تكون الف، تكون مباشره. يا فتحه ياء. ممتاز. يا كسره ي، يا ي. ايوه يا ي صح. يا ضمه يو، يا يو، يا ييو، يا ييو. ممتاز. هذه بدي اقول هذه اللي بغرز فيها. يا يي، يا ضمه يو، يا ييو. ما شاء الله تو. يا فتحه ياء، يا كسره يي، خل اول يا يي، يا ضمه يو، يا ييو. يا فتحه ياء، يا كسره يي، يا يي، يا ضمه يو، يا ييو. يا سلام. ابى الفك السفلي هنا. يا 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 فتحة يا، يا كسرة يي، يا يا يي. أيوه. يا ضمة يو، يا يي يو. المواوي ها؟ المواوي. عبد الله عندك أرجوك. عبد الله خلنا نخلص. يا فتحة يا، يا كسرة يي، يا يي، يا ضمة يو، يا يي يو. يا فتحة يا، يا كسرة يي.
يا يي يا ضمه يو يا يي يو يا يو يا فتحة يا يا كسرة يي يا يي يا ضمة يو الحمد لله. ترى مهم مهم النظر للموضوع هذا لأن الآن أنت تحفظ رسمتها في القرآن كيف تكون يا فتحة يا يا كسرة يي يا ضمة يو يا يي يو يا يي يو أوكي يا فتحة يا ممتاز يا كسرة يو ممتاز يا فتحة يا أوكي يا كسرة يي يا يا إي يا إي يا إي ممتاز يا ضم يو يا إي يو يا إي يو أحسنت يا سلام يا فتحة يا يا كسرة إي يا إي يا ضم يو يا يا يو يا إي يو يا إي يو أحسنت فنان. هل تذكر أن آية تذكر فيها يو يا إي يا إي لا لا إي إي كلهن ترى عطني كلمة في القرآن خلها خلها يخلص لي مستحضر لك أنا كلمة يا فتحة يا يا كسرة يي تلك يا يو يا ضمة يو غلط لا دقيقة دقيقة يا فتحة يا يا كسرة يي يا يي يا ضمة يو يا ي يو يا سلام اخر حرف اخر حرف اللي هو حرف اللغه العربيه الوحيد اللغه الوحيده اللي تنطق حرف الضاد اسم لغتنا لغه الضاد فاسمع النطق يعني في العالم كله ما حد اللي احنا نقولها ما حد ضاد ولا ضاد لا هذيك الضاء اللي عليها العصا اللي هي فيها اللسان يعني يطلع يخرج هل ذي يثر في القران ام هذه هذه اطباق اللسان بالحنك الاعلى ولا الضال فاسمعوا ضاد فتحة ض ضاد كسرة ضي ض ضي ضاد ضمة ضو ض ضي ضو والله يا أبي غرز فيها نصوات ضاد فتحة ض ضاد كسرة ضي ض ضي ضاد ضمة ضو ض ضي ضو أحسنت يا سلام ضاد فتحة ض ضاد كسرة ضي ض ضي ض ضي ض ضي أيوة ض ضمة ضو ضاد ضمة ضاد ضمة ضو ضاد ض ضي ضو ض ضي ضو ض ضي ضو ض ض ض ضي ضو ض فتحة ض لا ضاد فتحة ضاد شوف ضاد بقول ضاد كذا ضاد ضاد هنا وش مكتوب شوفوا عشان كذا شوف هنا مكتوب باللون الأحمر ضاد فيها دال ضاد في نطقها تقول ضاد فتحة ضاد ضاد فتحة ض أيوة ضاد كسرة ضي ض ضي ضاد ضمة ضو ض ضي ضو أحسنت ويتغص إيه يلا اطلع لغة ضاد فتحة ض هذه هذه أدور هنا معلش ضاد مو ضاد صاد هي باللغة العربية ضاد صاد ضاد طيب ضاد فتحة ض أيوة ضاد كسرة ضي ضاضي صح ضاد ضمة ضو ضا ضي ضو ترى حتى ضمة الضمة هي ضمة تقول وليس الضمة أنا قلت ضمة صح هي فتحة كسرة ضمة 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 ضاد فتحة ض ضاد كسرة ضي ضا ضي أحسنت ضاد ضمة ضو ض ضي ضو بارك الله ضاد فتحة ض ضاد كسرة ضي ض ضي أحسنت ضاد ضمة ضو ضاد ضاد ضمة ضو ض ضي ضو أحسنت والله صعب ضاد فتحة ض ضاد كسرة ض ضي ضي ض ضي ضاد ضمة ضو ض ضي ضو ض ضي ضو أحسنت ضاد فتحة ض ضاد كسرة ضي ض ضي انت كأنك تقول ض هي ض ض ض ض ض ض ايوه هي دي هي هي دي هي ض قالها ض ضي ايوه ض ض ض ض ض ض ضم ضو ض ضي ضو ض هذا وانت البسيط اللي اصبر ض ضي والله ما بسيط ض كمل لحظة امشي ويا حالي ض ضي ضو قول بس ضاء ضي ضو قول ضاء ضي ضو ضاء ضي ضو ضاء ضي ضو ضاء سالفة يا ضاء ايوه ضي طنب انت يا لحظة ضي ضي ضو ضو احسنت
ضاد ضاد طلع لسانك ضحك عليه ضاد ضاد عزيز ضاد لا ضاد 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 كذا كذا شوف بواري هالحين ضاد اطباق اللي سابق ايوه صح 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 اللي بعدها اللي بعدها ضاد فتحه ضاد ضاد كسره دي ضاد دي ضاد ضمه ضو ضاد طي 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 طو لا انت حولتها طاء حولتها ضاد ضاد ايوه ضاد فتحه ضاد ضاد مو هو طاط ضد عبد الله بيجي دورك اصبر بيجي دورك بيجي دورك لا تستعجل ضاد فتحه ضاء ضاء حلو ضاد كسره دي ضاد دي حلو ضاد ضمه ضو ضاطيط احسنت هنيت هنيت قاعد يتعلم مخارج الحروف هنا يلا 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 الصلاه يلا الله يهديكم الحين انتم مخلصين جامعه واللي مخلص دراسه وتقرزون في الضاد بس يلا بشوفك يلا بنشوفك يا والله هو اصلا قبل شيء يقول والله ان اللغه العربيه صعبه على اساس انك ربي والله معنا يلا سوا ضاد ايوه صح ضاد كسره الضاء لا لا بدها من كسره في فتحه قبلها ضاد فتحة ض ض ض ض شوف انت لسانك يطلع لسانك ينطق حرف الضاء اللي هو ذاك اللي عليه عصب وش هذا لسانك داخل دخل جوا ض ايوه 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 فنان ضاد فتحة ض زين اللي بعده صح ولا لا؟ ضاد كسرة ض ضي شوفته شوفته ضي والله اخترق الرجال والله اخترق والله يموت والله ما يكفى الحرف الاخير يموت ضاضي ضاضي حلو ضاضي ضاد ضاد ضم ضو ضو قام يتمضمض يا ولد ضي ضو والله ضي ضو والله اني قلت والله اني شوي وشرق بلساني عيل عيل يطلع الضاد منين يطلع؟ اطباق اللسان بالحنك العالي منين يطلع بالحنك العالي؟ ضاد 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 والله يطلع مني والله يجيب حق صوت يا ابو ملفي شوف شوف تعلم يلا بسم الله تعلم والله تعلم تعلم ضاد فتحه ضاد حلو ضي لا ضاد كسره ضاد كسره ضي ضاضي ممتاز ضاد ضم ضو ضاضي ضو الله الله عليك اللغة العربية صعبة سهلة يا حبيبي يلا يلا انا بقول ضاد فتحة ضاء ضاد كسرة ضي 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 ضاد ضمة ضو لا اول شيء ضاضي 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 بعيدة من اول شوف شوف لسانك كم تقولها قول ضاضي ضاضي لا لسانك يطلع ضاضي لازم ما يطلع حبسه ما طلع خليه يضرب طنقرة طنقرة لحظة شوف أنا أعرف أنا أعرفها خلاص وحش ضاد فتحة ضاد كسرة ضي ضاد ضي ممتاز ضاد ضمة ضو ضاد ضي ضو ضاد ضي ضو ضاد ضي ضو حمد السلام أصح في القرآن تقول غير المغضوب صح؟ لا مغضوب يعني غير المغضوب في ناس يقول المغضوب يقول الضالين ولا الضالين كأنك حولتها المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين اللي بالكسرة صح؟ أصح محمد الضالين ابدأ من هنا عبد الله انك سحبت الاكسجين انا ابغى امشي بعد بروح المساعد الاكسجين المسجد يا عبد الله ولا قلتها صح والله الضالين والله حبيبي انا رحت 192 192 ايتين اسمه ايتين 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 محمد سلف سلف يعني اي صح عشان ما عشان مسابقة مجيد عشان مسابقة مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلا يتم نوره ولو نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان والرهبان ليأكلون
الناس بالباطل بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أحسنت. شوف كيف اللي يجمع فلوسه وغيره ولا ينفق في سبيل الله كيف. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أحسنت بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا إذا قيل لكم انفروا إذا قيل لكم إذا بتوقف تقول انفروا لكن إذا بتكمل لكم انفروا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. نفسها شوف الالف هذه اللي عليها الصاد الصغيره في سبيل الله اثاقلتم صح علي انت قلت اثاقلتم هي بدون همزه في سبيله في سبيل الله اثاقلتم في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كمل آية. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله
وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أحسنت. القافين اللي هنا مخليات القلي على أساس الوقف لا. أي لأن لو قلت الذين كفروا السفلى وكلمة الله والعياذ بالله يعني كأنك خليت كلمة الله وكلمة الذين كفروا عشان كذا الوقف في القرآن مهم جدا. انفروا من الشيطان الرجيم. غيرت المعنى. وقف لازم تغير المعنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون. بوركت الحبيب بوركت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لاحظت ان اللي عندي صعبة شوي. ولو أرادوا الخروج على أنت رجل المهمات الصعبة. أنت رجل المهام الصعبة. ولو أرادوا الخروج لا خلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له صح؟ نعم. أعدوا له وعدت ولكن كره الله أن بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. نعم. ولا أوضعوا خلالكم خلالكم أيوة ويبغونكم الفتنة. نعم. فيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. نعم. قرأ آية بعدك يا خيرة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم الكارهون. وهم كارهون. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله تحسنت. ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا إن جهنم لمحيطة بالكافرين. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ونتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أحسنت.
ك قول ك ك ك ك ما ك ك ك ايوه على الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل تربصون قل هل تربصون بنا إلا أحدكم الحسنين إلا إحدى الحسنين إلا إلا دقيقة. قال هل قل هل تربصون هل تربصون بنا هل تربصون بنا إلا أحد الحسنين إلا إحدى الحسنين إلا أحد الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا أن معكم متربصون. قال أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم أنكم كنتم قوما فاسقين. أحسنت بارك الله فيك. نقرأ مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 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 إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا كفروا بالله وبرسوله كفروا بالله وبرسوله كفروا بالله وبرسوله كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا ينفقون إلا وهم كارهون. بارك الله فيكم. صلى الله عليه القدير. باقي ورقتين ونوصل الجزء 11 ان شاء الله تعالى. صلى الله عليه القدير ان يجعل ختمه هذا القران عاجله غير اجله. امين يا رب. الله اسمع منك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. معك يا بعد قلبي ابو غني ايده